وصلنا على عسل. دي نورة بتحبك قوي قوي. انا كمان بحبها. انا مش هسيبها الا لما انزل مصر. وعايز تاخديني معاك يا صفية ومش نورة. لا يا نجيب انا عارفاه كويس قوي. هتصالحني دلوقتي وترجع تاني تشتري فيا بكره. طب اديني فرصه يا نورة. ربنا يقدرني واصلح اللي بينكم. ما تخليش نفسك يا صفية. اطمن انا هريحك على الاخر ومش همشي من هنا غير لما اصالحكم على بعض. وبعدين تلاقيني هدومي في شنطه وترجع على الدور وعلى المحطه يصحى من النوم الصبح ما يلاقيش الاكل يا نوار. انت مش هتبطل التبشيره اللي على وشك دي؟ لا. طيب واخرتك؟ همشي يعني همشي. انا لما الموضوع قدامها فيا مش هنكد عليك وازعق تاني. الله. وبعدين معاك يا نوار انت زودتيها خالص. ولا يهمك يا سيناديه. كل كل وانا بقى هتفاهم معاه. وصلت ليه؟ تعبتني قوي لغايه ما اقنعتها انها تقعد. طب يا ستي متشكرين قوي كتر الف خيرك. انت مش مسافره بقى ولا ايه؟ لا انا ما تشغلش نفسك بيا. انا مش ماشيه من هنا غير لما اطمن عليكم خالص. ترجعوا زي الاول كده مفرفشين ومبسوطين. طيب اما نشوف اخرتها. نجيب قررت ان ابتعد عنك للابد ولقد خرجت اليوم دون علمك لاني متاكده انك لن تتركني اخرج او اسافر للقاهره. لا تحاول ان تلاحقني فلن اعود الى سجنك الرهيب وعشرتك التي لا تطاق نصف ساعه. مش هياخد في ايدي غلوه. يا ربي نجيب ما تغلطش. مجال النوم يا اختي. بقى سنجيب
في نجيب؟ ايه عايزة ايه؟ وهنا بنقول البشكين هو ده وقته. انا في الحمام دلوقتي. تفضلي. شكرا. كبشة؟ اه كبشة ايه؟ كبشة الفستان. يا سيدي ما تنزل الفستان شاهي ما تنزل مع بعض ايه؟ تعالى في نجيب مش طايلاها. طب انا اعمل ايه فين الكبشة دي؟ ايوه فين دي؟ ايه نبهر؟ اروح اشوف لك حد من بنات الجيران يجي يقفل لك الكبشة. يا سيدي يا نجيب هنتعطل كده. حتى ليه بس هو في حد اكتر من اللي احنا فيها دي؟ تعالى في نجيب بنزل يا اخويا هي فيها حاجة. فين الكبشة؟ هنا في ظهري. هنا دي؟ انا اللي فوق دي كبشة؟ انا ايه 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 ما تستاهلش. انت عامل عليهم رايس هخلي فضحتك بمزيكا. ايوه كده يا اخي بان على حقيقتك. عامل لنا راجل مثالي وقاعد تعلمنا مكان الاخلاق. يقفل اللي بيته الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. ايه
هو في بيت بيخنا من الزعل والمشاكل؟ امال مش عايزه تقولي ايه اللي حصل ليه؟ اللي حصل حصل، حاجه عاديه، زعلانه بين اي راجل ومراته. بيت ما تلفيش عليا، ده انا لفك على صباعي كده زي سلسله المفاتيح. يا ماما اقول لك ايه بس؟ حبيبتي ما تصحيني فيش، انا مش واخده على الحاجات دي، ارتحتي بقى. طول عمرك مايسة ودلوعه وخساره فيكي دفر نجيب. الاستاذ نجيب يا اخوانا، الاستاذ نجيب يغيب، ده ناقص يجي الشغل يوم الجمعه. لازم حصل له حاجه سعيد. يبقى من حظنا ياخد له يومين ثلاثه لغايه الست ما تقوم بالسلام. اسمع من بقك ربنا. لا يا بنتي ما تاكلي. ما انا باكل يا ماما. انا نفسي اعرف بتروحي لحد فين بسرحان مخك ده. ده انت بقيتي في دنيا غير الدنيا. وشوف مين. مين؟ شو نجيب؟ يا اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، خطوة عزيزة، ده انت شرفت. ايه؟ انت هتفضل واقف كده؟ اتفضل، تعالى اتفضل. يا اهلا وسهلا يا سنجيب. اهلا بيك. دي عم تحملها برضو، بس وحياتك ما مساك. اتفضل. اتفضل. ازاي الحاجة؟ ازاي حالك انت؟ طمني عليك. انا كنت جايالك وجايباها معايا. هي مين؟ اسم الله عليك يا سنجيب، هو في غيرها؟ نوار. وهي فين؟ اول ما